كده انت هتجبر التليفون ان هو ينزل التحديث غصبا عنه مش برضاه. دي كده كل الحلول المتاحة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم عبد الرحمن جابر، وان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنشوف مع بعضينا اهم 3 مشاكل بيواجهوا مستخدمين شاومي وريدمي وبوكو لما بييجوا ينزلوا التحديثات على اجهزتهم. طبعا 3 مشاكل دول هنذكرهم مع بعضينا، واخر مشكلة اتمنى انها ما تكونش عند بعض الناس، لان طبعا المشكلة دي هتكون فيها قلق شوية لبعض الناس كده. فهنشوف مع بعضينا 3 مشاكل دول وحل المشاكل دي، وهتجبر التليفون بتاعك ان هو ينزل التحديث طبعا وتستمتع بيئة التحديث بدون اي مشاكل. خلينا كده مع بعضينا قبل ما نقول الثلاث مشاكل اللي عندنا والحلول المتاحة للمشاكل دي، نروح كده على قناتنا على اليوتيوب، بعد كده ندوس على زرار الاشتراك لو انت طبعا بتشوف الفيديو لاول مرة على اليوتيوب، بعد كده تدوس على زرار تم الاشتراك وتفعل زرار الكل عشان خاطر يوصل لك اي فيديو جديد من الفيديوهات اللي احنا بننزلها على القناة بتاعتنا. لو انت طبعا مشترك بالفعل في القناة بتاعتنا اتمنى انك توقف الفيديو وتنزل تعمل لايك للفيديو تشجيعا منك ليا، عشان اللايك بيوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. خلينا كده نرجع مع بعضينا على حول الهاتف ونشوف هنا ايه الثلاث مشاكل اللي بيواجهونا. طبعا هنا اهم حاجه عندنا اصدار الميو اي واسم الجهاز واصدار الاندرويد وتحديث امان نظام الاندرويد. اول مشكله بتواجه كتير جدا من مستخدمين تليفونات شاومي لما بيجي يدخل على اصدار الميو اي بيلاقي كده جار التحقق، وبالفعل بيلاقي تحديثه بينزله، بيبدا التحديث من 0 لحد 100% والتحديث بيتعاد من اول وجديد، بيعمل كذا ريستارت للتليفون وبرده المشكله مش بتتحل. بيجي ينزل التحديث من الثلاث شروط اللي هنا، وبعد كده اختيار حزمه التحديث يدوي، بيلاحظ هنا ان بيظهر له رساله بيقول له هنا ان الروم ده غير مستقر، بيقول له هنا انك لازم توصل فلاش على الجهاز بتاعك وعليها الروم عشان خاطر تبدا تنزل الروم. كذا رساله بتظهر لبعض المستخدمين، وطبعا الرسائل دي مزعجه ومفيش ليها حل. انت طبعا بتبقى هنا في دايره مغلقه ومش عارف انك تحدث التليفون بتاعك. ده بالنسبه لاول مشكله. اما تاني مشكله هو اصلا لما بيجي يدخل على التحقق من وجود تحديثات بيقول له جاري التحقق، وبعد جاري التحقق بيقول له لا توجد تحديثات، بالرغم ان انا اتاكدت طبعا التليفون بتاعي بيستقبل تحديثات، سواء بقى اتاكدت من البرامج اللي احنا هنقولها مع بعضينا في الفيديو ده النهارده، او مثلا معاك تليفون تاني ولقيت انه جاله مثلا يعني ميو اي 15 وانت على ميو اي 14. فطبعا في كذا طريقه انك تتاكد منها ان التليفون بتاعك نزل ليه تحديث ولا لا، وزي ما قلت لك اعرفك في الفيديو ده اذا كان التليفون بتاعك وقف عند تحديث كام وكمان هيستقبل التحديث اللي بعده ولا لا. تمام، فهنعرف ده كله في الفيديو ده. ده بالنسبه لتاني مشكله. وبيجي برده يشوف من الثلاث شروط هنا نزل التحديث يدوي، فما بيعرفش ينزل التحديث يدوي، بيقول له الروم ده مش مستقر والروم ده للمطورين ومش عارف ايه، ورسائل كده كتير بتظهر للناس مش بيقدروا ان هم يحلوا المشاكل دي. اما ثالث مشكله معانا ودي انا ما اتمنهاش طبعا للبعض، لما بيجي كده يرجع خطوه لبره بعد كده يروح هنا يدوس عشان طبعا يحدث التليفون بتاعه، فطبعا ما بيرضاش هنا يدخل على اصدار الميو اي عشان يبدا يحدث الجهاز بتاعه، يبدا هنا انه يدوس كذا دوس عشان خاطر يدخل على اصدار الميو اي، فالجهاز هنا ما بيرضاش انه يدخله على اصدار الميو اي. فكده هنا عندك التليفون بتاعك عليه روم معدل، والمكان اللي انت اشتريت منه التليفون مكان مش موثوق، وباع لك التليفون فك لك البوت لودر وفتح التليفون وباع لك روم معدل على الجهاز بتاعك. دي كده اول نقطه. اما تاني نقطه بقى في المشكله رقم 3، هو بالفعل الجهاز بتاعي بيستقبل تحديثات، ولكن انا لما باجي ادخل على اصدار الميو اي بيقول لي جرى التحقق ومفيش تحديثات. طيب دخلت على تحديث امان نظام اندرويد والجهاز بتاعي حديث يعني مش قديم، فلقيت هنا مكان 2023 لقيتها 2020 و2022 و2021، فكده برده هنا ابدا اشك في امرين. اول امر معانا عشان تبان التليفون بتاعك ده شاريه من مكان مش موثوق منه ولا لا، وطبعا الامرين دول هم اللي هيفصلوا في المشكله رقم 3. اول امر معانا لو لقيت التحديث بتاع امان نظام اندرويد 2023 بس من جوه هنا لما تيجي تدخل على اصدار ميو اي مفيش تحديثات، فكده التليفون بتاعك لو لقيته 2023 فكده التليفون بتاعك تمام من مصدر موثوق، وما تقلقش مفيش اي مشاكل، محتاج بس انك تعمل الخطوات اللي احنا هنقولها في الفيديو ده عشان خاطر تبدا تنزل التحديث بدون اي مشاكل. ده كده بالنسبه لاول امر في المشكله رقم 3. اما تاني امر بقى في المشكله رقم 3، ان اصلا الجهاز عندك 2022 و2021 في تحديث امان نظام اندرويد، ولما تيجي كده تروح على حاله الحمايه عشان تحدث نظام امان الاندرويد اللي هو تحديث نظام جوجل بلاي، فبيقول لك هنا ايه اخر عمليه بحث كانت الساعه 6:06، فبيقول لك هنا مفيش الا الاصدار الحالي اللي هو بتاريخ 2023، بالنسبه لك هتلاقيه 2022 او 2021، فبرضه هنا تبدا تشك بس بنسبه بسيطه جدا ان التليفون ده برضه مش من مصدر موثوق وملعوب فيه ومفتوح طبعا البوت لودر للتليفون ده قبل كده. فطبعا هنا اللي يثبت لك بقى الكلام ده كله خصوصا في تحديث امان نظام اندرويد لو لقيته قديم والجهاز بتاعك حديث وبيستقبل تحديثات، وعرفك طبعا في الفيديو ده اذا كان التليفون بتاعك بيستقبل تحديثات ولا لا، طبعا هنا تبدا انك تعمل ريستارت للتليفون وتشوف تحت الكاميرا كده هتلاقي علامه القفل مفتوح، لو لقيت قفل مفتوح يبقى برضه التليفون ده من مصدر مش موثوق منه، فتح لك البوت لودر ونزل لك روم معدل على الجهاز بتاعك. فطبعا عشان نحل المشاكل دي كلها وخليكم فاكرين ان تحديث امان نظام اندرويد لو لقيته اقل عندك فمش شرط يكون ان المكان اللي انت اشتريت منه التليفون يكون مش موثوق. الحاجه الوحيده اللي تخليك متيقن 100% ان الجهاز بتاعك عليه روم معدل وان المكان اللي انت اشتريت منه الجهاز مش موثوق الا هي لما تيجي تدخل على اصدار الميو اي مش بيحولك لمكان التحديث، لا ده بيفضل واقف كده، تيجي تدوس مش عايز يدخل هنا على مكان التحديث. والحاجه الثانيه انك لما تيجي تعمل ريستارت للتليفون بيظهر كده قفل مفتوح، فكده تتيقن ان المكان اللي انت اشتريت منه التليفون مش مكان موثوق
فوق منه، تمام؟ عشان بقى تحل المشاكل دي كلها اللي احنا قلنا عليها، طبعا قدامك 3 حلول لكل المشاكل اللي احنا قلناها مع بعضينا دي. اول حاجه هنا هتروح تحمل البرنامجين دول، ميو اي داونلودر وميو اي داونلودر برو، وبعد كده هيكون عندك مصدر ثالث كمان اللي هي قناتنا بتاعه التليجرام اللي هي القناه دي، عشان تشوف التحديثات وتقارنها وتشوف وتنقي اخر تحديث للتليفون بتاعك. لازم تحديث يكون ما فيهوش كلمه معينه وعرفك ايه دلوقتي. فطبعا لما تيجي تدخل على ميو اي داونلودر اللي هو البرنامج ده مثلا، طبعا البرامج دي هتكون موجوده في لينك واحد في وصف الفيديو، تقدر انك تحملها بدون اي مشاكل، تمام؟ طبعا لما تيجي تدخل وتعرف عادي على الجهاز بتاعك ريدمي نوت 11، مجرد ما تدخل على الجهاز تنزل لتحت هتلاقي بيقول لك هنا الجهاز بتاعك لائحه الاجهزه التي سوف تستلم ميو 14، بيقول لك هيستلم، طب اندرويد 12 هيستلم، اندرويد 13 هيستلم، فكده تعرف هنا ان الجهاز بتاعك محتاج ان هو يتحدث لو كان على اندرويد 12، فتعرف كده ان الجهاز بتاعك ان شاء الله ان هو يستلم اندرويد 13 او اندرويد 14 بدون اي مشاكل. وطبعا اندرويد 14 هتكون ظاهر هنا في البرنامج الثاني، وهنفتح البرنامج وهنشوفه مع بعضينا بدون اي مشاكل. مجرد كده ما تروح على ميو اي ستيبل هتلاقي عندك تحديثات كتير، تحديث روم هندي، تحديث روم جلوبال، تحديث روم تركي. طب انا دلوقتي اعرف الروم بتاعي هندي ولا عالمي ولا تركي ولا الكلام ده كله ازاي؟ اروح كده على مكان التحديث، بعد كده اصدار ميو اي تي جي سي، بعد كده ام اي. طبعا ام اي هنا بتشير للعالميه، واسيب لك مجموعه من الحروف مكونه بس من حرفين اللي هما بعد اول 3 حروف كده، هتلاقي ام اي سي ان ار يو الكلام ده كله. فطبعا ده كله بيشير للتحديثات معينه، هبقى اسيبها لك في المونتاج. ام اي هنا يعني الروم اللي عندي ده روم عالمي. فمجرد كده ما اروح على مكان التحديث فبيقول لي هنا ان الام اي بالفعل ده تحديث جلوبال، وده المتوفر على الجهاز بتاعك 13.0.4، مع ان زي ما قلت لك ان الجهاز بتاعي هنا عليه كام، عليه 14.0.3. فكده ابدا اشك واروح للبرنامج الثالث عشان اشوف اخر تحديث وابدا انزله بدون اي مشاكل. طبعا المشكله اللي انا ورتها لكم دلوقتي دي بتاعه التحديثات مش هتكون لكل الناس، يعني البرنامج هنا ممكن يكون لان 14 ده في مشاكل فمرضاش ان هو يضيفه في برنامج ميو اي داونلودر، وبرده ما اضافش هنا في برنامج ميو اي داونلودر برو، هم برده ادرى ممكن يكون في مشاكل في ميو اي 14. فتبدا هنا انك تدخل على اصدار ميو اي المستقر، فبرده هنا قال لك ميو اي 13.0.4. تبدا هنا ترجع بقى وتشوف التليفون بتاعك هيستلم التحديثات ولا لا. زي ما قلت لك اندرويد 12 قال لي مش هيستلم بالنسبه لريدمي نوت 11. فتبدا بقى تقارن بقى التليفون بتاعك والتحديثات اللي موجوده على التليفون بتاعك بالتحديثات الموجوده في البرنامجين دول. طيب دلوقتي انا برضو مش مطمن للمستقر ده اللي هو بيقول لي ميو 13 وحاسس ان في اصدار اعلى، او بالفعل في اصدار اعلى، هبدا المصدر الثالث او المرجع الثالث لينا اللي هي قناتنا على التليجرام. مجرد ما اروح لقناتنا على التليجرام كده، طبعا اللينك هيكون موجود في وصف الفيديو برضو، تبدا هنا تدوس على 3 شروط، بعد كده البحث، تبدا تكتب اسم الجهاز بتاعك بدون اي مشاكل، وتبدا انك تبحث على الجهاز بتاعك وتبقى صبور شويه في عمليه البحث عشان تنقي التحديث المناسب للجهاز بتاعك. ولنفرض مثلا هنا عايزين نقارن ما بين تحديثين معينين، فطبعا هنا مثلا بالنسبه لشاومي 13 النسخه الصينيه، فقال لك هنا 4 بيتا تيستر، فما ينفعش هنا انك تنزل التحديث ده على الجهاز بتاعك لو لقيت 4 بيتا تيستر او لقيت هنا مي بايلوت ريلايز. مجرد ما تلاقي الكلمتين دول ابعد عن التحديث ده وما تنزلوش على الجهاز بتاعك، لان هيقول لك في مشكله بالنسبه للتحديث ده بقى، وروم مستقر وروم مطورين والكلام ده كله، انت في غنى عن المشاكل دي كلها، تمام؟ فتبدا هنا انك تشوف التحديث مثلا زي التحديث اللي هو ده كده، تحديث عادي ما فيهوش اي مشاكل، هتدوس على كلمه ريكفري، بعد كده هتدوس على فتح هتلاقي التحديث نزل معاك، هتروح كده على اللي هنا الاعدادات، بعد كده على حول الهاتف، سواء بقى نزلت التحديث من البرنامجين، نزلته من قناه التليجرام. اللي احنا عملناه ده كله عشان بس تشوف احدث تحديث او احدث اصدار وتنزله على الجهاز بتاعك من الثلاث مصادر اللي انا قلت لك عليهم. هتروح للثلاث شرط، اختيار حزمه التحديث، هتلاقيها نزلت في الداونلود، مجرد ما تختارها هتلاقي التحديث نزل معاك بدون اي مشاكل. طيب دلوقتي انت قال لك بقى التحديث ده مش مستقر، التحديث ده للمطورين، التحديث ده مش عارف، لازم تركب فلاش عشان خاطر التحديث ده ينزل على الجهاز بتاعك، هتتوجه معايا للحل رقم 2 في حل المشاكل بتاعه التحديثات، وهو من الاعدادات، بعد كده للاعدادات الاضافيه، بعد كده للمنطقه، تغير بقى المناطق دي كلها وتبدا انك تعيد التحديث من اول وجديد. في بعض الناس مجرد ما تروح لمكان التحديث اللي هو كده حول الهاتف، بعد كده اصدار ميو اي، مجرد ما غير المنطقه هتلاقي التحديث هنا ظهر هوائي وتبدا انها تحدث بدون اي مشاكل. في بعض الناس هتيجي تدوس على الثلاث شرط وبعد كده اختيار حزمه التحديث، مجرد ما تختار حزمه التحديث هتلاقي التليفون اتعرف على التحديث ونزله بدون اي مشاكل. ده بالنسبه للحل رقم 2. طبعا هنا ما تغيرش منطقه ولا 2 وتصبر، لا، غير كل المناطق وجرب على الجهاز بتاعك، انت محتاج التحديث فلازم تتعب. ده بالنسبه للحل رقم 2. اما الحل رقم 3 بقى، وهو الحل المتعب شويه اللي بعض الناس مش هتستلطف الحل ده، وده طبعا المتاح للمشكله رقم 3، خصوصا الناس اللي هي بتيجي تدخل على مكان التحديث ومش بيحولهم على مكان التحديث. فده الحل الوحيد المناسب للناس دي، انها طبعا تشوف قائمه التشغيل اللي هتبقى موجوده دلوقتي في الاي اللي فوق يمين او شمال. القائمه دي هتحولك على 4 فيديوهات تقريبا، هتفك البوت لودر باللابتوب او الكمبيوتر وتبدا انك تنزل تحديث حسب ما انا عملت فيه الفيديوهات دي. ده بالنسبه للمشكله رقم 3، او المشكله رقم 1 او 2 لو
انت عملت كل الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي بالنسبه انك تشوف احدث اصدار من الثلاث مصادر اللي معانا. وطبعا تراعي وانت بتختار هنا التحديث ان ما يكونش فيه فور بيتا تيستر او مي بايلوت ريلايز، وتختار التحديث ده وتنزله بدون اي مشاكل، وتختار كمان الروم المناسب للجهاز بتاعك، نسخه عالميه، نسخه هنديه، نسخه تايوانيه. فلو طبعا ما نفعش معاك كل الكلام ده كله، لازم تفك البوت لودر وتنزل التحديث بتاعك باستخدام الكمبيوتر او اللابتوب. كده انت هتجبر التليفون ان هو ينزل التحديث غصبا عنه مش برضاه. دي كده كل الحلول المتاحه. طبعا انت معكش لابتوب او كمبيوتر، قدامك الفرع، ممكن تروح الفرع وتنزل التحديث وهينزل لك التحديث بدون اي مشاكل، وطبعا باستخدام البوت لودر. طبعا انت مش عايز الكلام ده كله وعايز تنتظر نشوف طرق جديده، تمام، بس حاليا مفيش الا الطرق اللي انا قلت لك عليهم دول. دي طبعا هنا اهم ثلاث مشاكل واكتريتهم في تحديثات تليفونات شاومي، وبرده دول اهم ثلاث حلول ومفيش غيرهم متوفرين حاليا. اتمنى طبعا لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.